رحمة الله، كي دايرين؟ لبس عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تبدلت عليكم الكوزينة، يعني في دارنا. كي دايرين؟ لبس عليكم، امور هانية، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مبروك عواشركم، ان شاء الله بالصحيحة والهنا. المهم راني جيت انا عند الوالدة اليوم، غادي ندير البريوات وان شاء الله غادي نكملوا كاع المهم داك الشيء نتاع رمضان. ان شاء الله اليوم نكملوه، راني جيت نتغدى هنايا. المهم غدانا العادي المتواضع غادي نشاركو معاكم. والوالده راه ما دايراش فرنسا، قالت لي ها انتم اخواتاتي. المهم مريقه بطاطا وخيزو، وما يعجبها القرعه كورجيت والزيتون وسليطه. ومهم العيشه متواضعه والحمد لله، اللهم لك الحمد. بلاتي ان شاء الله غادي نشارك معاكم البريوات بالقوقاو، حتى هما اقتصاديين وكيجيو زوينين معلكين ومقرمشين من برا. غنتلاقاو ان شاء الله. المهم اخواني اخواتي، من بعد ما تغدينا الوالده ها هي جات، والمقادير ديالنا هما محطوطين. نخليها تقول الكلمه ديالها باش غادي نبداو ان شاء الله. السلام عليكم، مبروك واشركم، نتمنى الصحه والبركه. غنديروا الشهيوات ديال رمضان ان شاء الله، غنديروا البريوات، غنديروا بريوات ديال القوقاو. غادي نقول لكم المقادير، والمهم داك الشيء غادي يكون عاوتاني بخليط مناشيد دينيه وداكشي زوين ان شاء الله. يلا غادي نبداو ان شاء الله نعطيو لكم المقادير. المهم عزيزاتي، هذاك هنايا عندنا كيلو ديال القوقاو، ها هي الوالده كتقلع منه القشره. غادي نص نقلعو منه القشره ونخليو النص احمر، وغادي تنسو. المهم هي عندها داك الطريقه ديالها ديال النسيف، يعرفوا له هذا صحاب بكري. ها انتما النسيف. ها انا كون راني نديرها نجيب كلشي القوقاو في الارض. احنا ندير في الطبق، ما ديرها في الطبق، قالت لك يجي ساهل. ياك يجي ساهل في الطبق. الطبق كينسفو فيه، حنا كنا نديرو بكري نطحنو الزرع، نديرو تشيشة، نديرو الزرع بوحدو، تشيشة بوحدها باش تقرصها بوحدو. المهم حنايا هاد القوقاو ديالنا كنا حمرناه شويه، اللي بغات ديروه في الفران ديروه، ولكن تقابلو انا درتو غير في هكا النقيله، بقيت معاه. المهم ما خصناش نحمروه حتى يكرم، يعني حتى يقساح، بغيناه زعما يكون رطب باش هكا يجينا معلق. هادشي اللي كاين. كاين هنا كيلو ديال القوقاو، كاين نص قشرنا ونص بلا قشور. نص بالقشور وغادي نطحن. معليش هادشي مازال ما راكيش صايمه الوالده. غنطحنوا شويه سكر. كاين هنا كاس سكر، هو كاس، ها هو كاس ديال السكر، غنطحنوه معاه. زيدي كاين جلجلان، عاوتاني كاين كاس. كاين هنايا جوج مغار ديال الزبده، غادي نذوبوهم. كاين هنا واحد الصفر ديال البيضه، كاين هنا قرفه معلقه، كاين هذه مسكه حره، غادي نطحنوها حتى هي مع القوقاو. اييه غادي نطحنوها مع شويه ديال السكر، وغادي ندير واحد القبيصه ديال الملح ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديروها، غادي نطحنوا هذا القوقاو مع السنيده ومن بعد نرجعوا لكم. يا من له ستر علي جميل، هل لي اليك اذا اعتذرت قبول. سي اخواتي غادي نبداو على بركه الله. عندنا هنايا هذاك جلجلان، كاس ديال جلجلان ها حنا طحناه هكامل. هذاك العجينه ديال القوقاو ديالنا ها هي البنات، خصها تكون هكا معجنه مع داك السكر من طحناها. هنايا عندنا هاكي الوالده قريفه، شحال نديرو معلقه صغيره ديال القرفه، وصفر بيضه، واحد القبيصه ديال الملح، غير نطيروه. هنايا المسكه الحره طحناها مع شويه ديال السكر، وهذاك صفر بيضه اللي ما ذكرناه لكمش قبيله في المقادير، هو المزهر. المهم به باش غادي نكملوا العجين. عندنا ثلاثه ديال المعالق ديال الزبده ذوبناها حتى ولا اللون ديالهم بهذا الشكل هذا، يعني حتى ما بقاش فيها الحليب. صافي الوالده المهم غادي تبدا تخدم. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول. أيدتني ورحمتني وسترتني
كرما فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعلي سترك دائما مسبول. فلك المحامد والممادح في الثناء يا من هو المقصود والمسؤول. يا من هو المقصود والمسؤول. كرا تبلك في مبيني سكيت صافي. المهم الحبه ديال القوقاو كتجي شويه كبيره على ديال اللوز، يعني كتكون هكا بالحجم، يعني بحال نقولوا حنايا مشماشه، كتجي شويه كبيره. هادشي اللي بغيت نوريكم. غادي نستمروا بهذه الطريقه نكوروا كاع العجينه اللي عندنا ديال العقده، ومن بعد نرجعوا ان شاء الله باش نكونوا البريوات ديالنا. يا من له ستر علي جميل، هل لي اليك اذا اعتذرت قبول. ايدتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعلي سترك دائما مسبول. فلك المحامد والممادح في الثناء يا من هو المقصود والمسؤول. يا من هو المقصود والمسؤول. خصنا مين نكونوا نخدموا نذكروا الله بعد شويه نصليو على النبي ربي يعاوننا. يا سيدي نذكروا واحد نديروا الصلاه على النبي. الصلاه على النبي راه زوينه كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى بها عشرة، من صلى عليه عشرة صلوا بها المئة، ومن صلى عليه المئة صلى الله ألف، ومن صلى الألف دخل الجنة. نصليو حنا على النبي إن شاء الله عليه الصلاة والسلام. هصليو عليه هصليو عليه هصليو عليه أصليو على سيدنا محمد لا لا صليو عليه أصليو عليه أصليو عليه أصليو عليه أصليو عليه. أمينة ولدت النبي صليو عليه، أحلي مرضعات صليو عليه. أمينة ولدت النبي صليو عليه، أحلي مرضعات صليو عليه أصليو عليه أصليو عليه أصليو عليه. أصلي وعلى سيدنا محمد لا صلي وعليه. يا خديجة يا زوج النبي صلي وعليه، يا عائشة يا زوج النبي صلي وعليه. يا خديجة يا زوج النبي صلي وعليه، يا عائشة يا زوج النبي صلي وعليه. أصلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعلى سيدنا محمد لا لا صلي وعليه. أصلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعلى سيدنا محمد لا لا صلي وعليه. يا زينب يا زوج النبي صلي وعليه، يا حفصة يا زوج النبي صلي وعليه. يا زينب يا زوج النبي صلي وعليه، يا حفصة يا زوج النبي صلي وعليه. صلي وعليه صلي وعليه صلي وعليه صلي وعلى سيدنا محمد لا لا صلي وعليه. الصلاة والسلام عليك رسول الله رسول الله أوجه إلى سيدنا محمد صلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعلى سيدنا محمد لله صلي وعليه. المهم دركي غادي نديرو واحد الكاسكروت عاد إن شاء الله نقليو البريوات ديالنا هما الملاوي ديال الوالدة الكريوش اللي صاوبنا البارح وسليلوها هو. وهذا صوتهم أختي، هذا نتيمة ديال التفاح. ايوا هادشي اللي كاين. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال.
ما شاء الله درنا هاد جوج بلاطويات ها هما الحمد لله الخير كتير ياك اما. نعم ها هما خواتاتي ياسر تبارك الله مع البركه. يا من له ستر علي جميل هل لي اليك اذا اعتذرت قبول. ايدتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعلي سترك دائما مسبول. فلك المحامد والممادح في الثناء يا من هو المقصود والمسؤول. يا من هو المقصود والمسؤول. شكرا اخواتي رحنا كملنا بريوات ديالنا ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم ما شهيناكم فيهم جاو رائعين الحمد لله. المهم طبعا كما كنقول لكم ديما الحاجه اللي يديروا فيها يديهم والدين كتير غزاله. نتمنى ان شاء الله ان هذه الحلقه حتى هي تكون نالت الاعجاب ديالكم ونخلي الوالدة حتى هي تقول الكلمه ديالها. المهم هي الفضل هي اللي راه دارت هذا الشيء. انا غير عاونت غير شويه صافي درت لها البركه. ضروري البركه ديالها تكونوا عند المستوى ان شاء الله وديرونا جيم. انا هذا ما نعرف غير الجيمات كثرونا الجيمات وما تنساوناش التفاعل ديالكم كما ديما خليونا تعليقاتكم زوينه شجعونا فرحونا في هذا رمضان ان شاء الله باش حنا نزيدو نديرو هكا فيديوهات اكثر. نتمنى ان شاء الله اننا نلقاكم في احسن الاحوال فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.